نداء ورجاء إلى المسؤولين عن مسابقات الناشئين والشباب. ملعب استاد جامعة قناة السويس لا يصلح للعب، لا يصلح للمباريات، لا يصلح للتدريب. زي ما احنا شايفين في التقرير، المدربين واللاعبين حتى لعيبة الإسماعيلي برضو، مش لعيبة النادي الأهلي بس، بتشتكي من الملعب. ملعب زي ده ممكن يأثر على اللاعبين ونشوف إصابات كتير. رجاء تغيير هذا الملعب، الملعب فيه حفر والأرض مش مستوية وما فيهوش نجيلة أساسا، لا يصلح للعب عليه. فتمنى تغيير هذا الملعب، خاصة ان الاسماعيلي برضو عنده لاعبين موهوبين والنادي الاهلي عنده لاعبين موهوبين وصاعدين، فلازم نحافظ على لاعبتنا وعلى نجومنا وعلى مواهبنا الموجودة داخل قطاعات الناشئين في مصر كلها. طبعا بنتمنى للكابتن ياسر رجب التوفيق بعد تولي القيادة الفنية.